السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نكملوا ليزيكزارسيس ديال موبو لابو لاباج 18. دونك غادي نخدموا ليكزارسيس 2. ديجا خدمنا ليكزارسيس 1 ودابا غادي نخدموا ليكزارسيس 2. دونك إكخيغ سو فورم دان كاري أباز بوزيتيف شاكان دي نومبر سويفون. دونك هنا مطلوب منا نكتبوا هاد لي نومبر اللي عندنا هنا سو فورم دان كاري وتكون لاباز ديالو ان نومبر بوزيتيف، يكون الاساس ديال هذيك القوه يكون واحد العدد موجب. دونك غادي نبداو نجاوبو في نفس الوقت نذكروا القواعد اللي غادي نخدموا بهم بطبيعه الحال. دونك كيسيون 1، دونك عندنا 49 غادي نكتبوها سو فورم دان كاري. عندنا 49 شنو كتساوي؟ باش نكتبها سو فورم دان كاري يعني خص يكون عندي واحد العدد اللي الكاري ديالو كيساوي 49 اللي هو 7. دونك هي 7 او كاري، 7 فوا 7 كتعطينا 49. واضح؟ ندوزو لو نومبر 121. دونك 121 هي 11 كاري، 11 فوا 11 كتعطينا 121. دونك 11 او كاري. عندنا 0 خلاص، 0 راه هو 0 او كاري. عندنا 0.25، عندنا 25 هي 5 او كاري هي 25، وعندنا واحد 0 هنا دونك 0.5 او كاري، 0.5 او كاري راه هي 0.25. واضح؟ 0.5 بصفر 5 25، وعندنا جوج الارقام من ورا الفاصلة هي 0.25. واضح؟ ندوزو ل 1.69. دونك 1.69 هاد الرقم 169 الكاري ديالو هو او بيان لا غاسيل العكس هو 13. دونك 13 اس 2 غتعطينا 169، ولكن حنا عندنا الفاصله بجوج الارقام. دونك الفاصله خصني نديرها هنا برقم حيت غندير او كاري، هاد او كاري يعني عدد في عدد، غيولي عندي الفاصله بجوج ديال الارقام. واضح؟ دونك 1.3 كاري، وعندنا 0.09. دونك هي اننا فيها 3 وكاري، وعندي 0.09 عندي جوج الارقام من ورا الفاصله. دونك هنا فاش نبغي ندير انا الفاصله ندير غير رقم واحد، حيت فاش غندير 0.3 و 0.3 غيوليو عندي الارقام بجوج من ورا الفاصله، غيتولي عندي 0.09. واضح؟ دونك هادو هما لي نومبر اللي عندنا. وندوزو للكيسيون دو. دونك اون ديدوير لو كالكول دو راسين 49. دونك هنا غادي قلنا نستنتج الحساب ديال هاد الاعداد. عندنا جذر 49 راسين دو 49. دونك حنا شفنا ديجا مادام قلنا ديدوير يعني استنتج، هنا نستعملو الكيسيون الاولى. هنا 49 قلنا هي 7 او كاري، دونك غادي نكتبها هي راسين 7 كاري، وغنطبقو عليها القاعدة اللي كتقول لنا راسين ا كاري إذا كان عندي ا بوزيتيف كيف ما عندنا هنا هي ا. واضح؟ جذر ا أس 2 هي ا، عندي جذر 7 أس 2 شنو غتعطينا؟ تعطينا 7. واضح؟ أو كاري كيحيد لا راسين وتبقى لنا 7. دونك بنفس الطريقة غادي نشوفو هنا عندنا جذر 121، غنتبعو غير هاد الأعداد، راه عندنا نفس الأعداد اللي كانو عندنا في الكيسيون الأولى. غير غندخلو عليهم لا راسين. دونك 121 هي قلنا هي 11 كاري 11 أس 2. دونك هنا أو كاري تمشي مع لا راسين وتبقى لنا 11. بنفس الطريقة عندنا 0 راسين دو 0 راه هي راسين 0 كاري، قلنا هي 0. دونك لا راسين 0 راه دائما كيعطينا 0. عندنا 0.25 دونك هي لا راسين دو 0.5 كاري، دونك هي 0.05. واضح؟ دائما اي عدد قلنا جذر ا أس 2 راه كتساوي ا. هنا الا كان عندي ان نومبر بوزيتيف كيف ما كان، كان نيجاتيف راه كنزيد واحد الناقص كيف ما نشوفو في قواعد اخرى ان شاء الله. دونك عندنا 0.25 عندنا 1.69. دونك عندنا لا راسين دو 1.69
دونك هي لا راسين ديال 1.3 كاري، دونك هي 1.3. عندنا 0.09، دونك هنا هي لا راسين دو 0.3 او كاري، دونك هي 0.03. دونك هادو هما الارقام اللي عندنا، وهذا هو ليكزارسيس دو. بسيط ولكن مهم، باش اللي مهم فيه هو هاد القاعدة تعرفوها. دونك عندنا لا راسين ديال ا كاري كتساوي ا، واضح؟ والعكس صحيح، هنايا قلنا 7 وسيدنا كتساوي 49، هذا كيعني ان الراسين ديال 49 كيساوي 7. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان من هذا الشرح، ونتلاقاو ان شاء الله مع باقي التمارين في اقرب وقت باذن الله. تهلاو فروسكم، نلتقي قريبا، والسلام عليكم. ما تنساوش لايك وكومونتير، طلعوا القناه، الله يجازيكم بخير. ما تخليوش هذا الجهد يمشي هباء المنثورة. لايك كومونتير ما غتخسر عليها والو. كنتي في فيسبوك دير معاك بارطاج، وبارطاجي في لي جروب ديال الدراسه باش يدخلوا تلاميذ جداد ان شاء الله، ويكون هذا الموسم كباقي المواسم يكون فيه بزاف ديال الاستفاده باذن الله. تهلاو فروسكم، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.